بغيت غير نديكم نتمشاو شويه ونبدلو شويه الجو صافي ديال الدار. واحد البارك هنا زويون، ايوا نوريكم هنايا كيفاش داير الدنيا، كيخرجوا الناس واخا هكاك في هاد الايام. سبحان الله الحراره. نعم اتيز مامي، فما شاء الله الجو زوين الصهد. مهم كديري، لاباس عليكم؟ احوال طيبه؟ كاين شي صهد عندكم؟ كان هنا واحد البط ما فين زاد. مهم هانتوما معايا ان شاء الله. هنايا هذا الرولز ديال البارك، باش يكون الكول الحيوانات خصهم مثلا ماشي غير يجيو صحاب البايسيكل زعما اللي عندهم بشكليطات، يعني فحال حاجه. عرفتي المنظر رائع من هنايا، جاتني مشافت فراشة. الى عقلته انا راه كنت قبيله هيها. دابا جبت الدوره من هنايا، ما شاء الله منظر زوين. الانسان واخا غير يتمشى كاع ما يدير حتى شي حاجه، مي هنايا كاين ديك دايرين بحال شكل خيام وبحال شكل طبالي برا اللي بغى يجلس. وطبيعة الحال دايرين شويه المسافات اللي محتارم المسافه ما بين عائله وعائله، شكل بيكنيك اللي بغا يدير بيكنيك. هنايا تحت الشجر الجو زوين، بارد مبرد.
what you say? سالي باغي يدير الرياضة كيجري غادي نزيد شوية قدام بيكم. شوف واحد المنظر هنايا، واحد البطة زوج سبحان الله مخبيين تا هما على الشمس ولكن راه فعلا واحد الحرارة سبحان الله. الله يرحمنا، عجبوني ضروري نصور. نعم واحد الجماعة ديال البط تكبر شوية. سبحان الله كيمشيو مجموعة متابعين ان شاء الله. هذاك البط اللي شديت لكم قبيله ها هو دابا قريب شي شويه. شو سبحان الله العظيم كلهم جايين غاديين في نفس الاتجاه. ما شاء الله شكون اللي سبق شكون اللي سبق سبحان الله. وسبحان الله جينا مع واحد الناس هنايا عندهم وليمة، عندهم زواج. كنعرف الأخت سبحان الله زواج إسلامي ما شاء الله، الله يبارك ليهم جمع الله بارك الله لهما بارك عليهم وجمع بينهما في خير سبحان الله. جيت معاهم السلام عليكم ما شاء الله الحمد لله. زعما شوفوا راه واخا حنا في امريكا راه العرس اسلامي، وهنايا هذيك الباص اللي كنت مشيت للجهه الاخرى وريتكم البط. نعم حبيبه في الجهه الاخرى دايرين النساء وفي الجهه الاخرى دايرين الذكور بوحديتهم ما شاء الله. فالحمد لله زعما واخا في امريكا الانسان كيحاول ما امكن يتبع الاسلام والتعاليم الإسلامية. مهم الله يبارك اليوم إن شاء الله ويجمع بيناتهم في الخير. كنت لهيها راه كنت لهيها دابا راني جيت لهنايا. شوف سبحان الله شحال كبير ما شاء الله. هنايا دايرين به الديور جا زوين وسط الديور ومام طون للجهة الأخرى كاينين ديور زويون. وعاد في الجهه الاخرى راه كاينين اللي بغى يجلس في القهوه ولا اللي بغى يجلس في شي بلاصه لهيه كاينين تماك في داك الجوايه زويون. اللي بغى يبدل شويه الجو والاجواء ديال الدار مع هذا الحجر الصحي، واخا هنايا ما بقاش حجر صحي يعني 100% ولكن الحالات كثيره وبقى كتزاد الحالات كثار فالحمد لله. هنايا عاوتاني الطريق جاية جاي زوين في وسط الديور ما شاء الله. نصور لكم هنايا كما كتشوفوا هاد الخضورية سبحان الله العظيم. كان الجو سخون صافي باش نطول لكم الفيديو بزاف سبحان الله العظيم. هنا الخطورية كي دايره. مهم كنتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله ونقول لكم السلام عليكم الى الفلوق الجاي ولا شي خريجه مره اخرى ان شاء الله. السلام عليكم في امان الله.